اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن عادل طعيم. ازيك يا كابتن عادل؟ مشرف ومنور. كابتن كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب، سعداء بوجود حضرتك معانا. وانا كمان طبعا بيسعدني ويشرفني احنا دايما وجودك معانا. سعداء بوجودك معانا والله. طبعا والله وانا كمان. ربنا يخليك يا كابتن. ايضا النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم. احنا مش سعداء كده. لا لا. احنا دايما بنبقى سعداء مره بقى ومرتين وثلاثه. كابتن عادل طبعا اخونا الكبير وهو استاذنا يعني. كابتن عادل بيطلع معايا على طول، انت اللي ما بتطلعش معايا خالص. طلعت معاك ثلاث مرات الشهر ده. الشهر ده عشان فاضي. عشان اجازه. مش هقول. اخبار حضرتك يا كابتن؟ الحمد لله تمام. كله كويس؟ الحمد لله. كابتن عادل خليني ابدا مع حضرتك، وانا دايما بشوف وده اللي اتعلمناه من حضراتكم قبل كده، ان احنا مباراه جيده وكل حاجه، وان انت قدرت تكسب نادي اتحاد المنستيري في اولى المباريات الرسميه لمارسيل كولر، ولكن في النهايه هي مباراه انتهت في دور في ذهاب دور ال 32، مباراه صعبه وكل حاجه، ولكن في النهايه مباراه وانتهت. تخش على بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه خلينا كابتن نفرح نفس الهلال. اتفضل يا كابتن. نفرح الهلال. طيب اتفضل يا كابتن. وبكره نبتدي نشتغل. اتفضل. ف انا سعيد جدا بالنتيجه. اوكي. لان انا بحترم الراجل ده من ادائه، التفاصيل الصغيره بيشتغل عليها من ساعه ما جه، وهو واخد الامور باحترافيه شديده جدا. ايوه. عمل فتره اعداد اعتقد انها هيبان اثرها في الفتره اللي جايه. قدر ان هو يعمل حاله من الحب. الحاله دي موجوده كل حاجه، لكن تحس انها في الفتره الاخيره كانت أيوة. مش موجوده. شفنا لما جه الهدف كل الناس كانت الفرحه كانت يعني بطريقة تحس ان الكل اللي قاعد بره، حتى اللي كان على قلب صفة اساسية ايمن اشرف وحسين وكل الناس، تحس ان هم الفريق واحد. ودي ده دايما النادي الاهلي بيدي دايما الانطباع ده. ايوه. لكن الحقيقة المباراة تحس انه الراجل ده تفكيره عالي جدا. حس ان هو في بداية الموسم، فعامل عملية الاستحواذ. ما بيغامرش. البداية واضح جدا ان هو عامل استحواذ وعامل هجمات معينة بطريقة معينة. بدأ بأربعة اثنين ثلاثة واحد، في نهاية المباراة ابتدى يلعب بطريقة مختلفة. ابتدى يلعب بأربعة ثلاثة أربعة اثنين أربعة ثلاثة آسف ثلاثة أربعة أربعة ثلاثة أربعة أربعة اثنين أربعة أربعة اثنين أربعة لما نزل شريف، واللي بقى في حسام حسن ومجد وفي طارق طاهر. فطريقة اللعب دي بتبقى الحقيقة بتديك إحساس إن الراجل عنده مرونة تكتيكية، وهو بيشتغل عارف الأدوات اللي معاه، وقادر إن هو يستخدمها بطريقة سلسة وبطريقة سهلة. وعملية الاستحواذ هو عايز النتيجة تبقى في الاستحواذ، يعني انا مش هخسر، لكن انا هادي الاداء اللي يديني النتيجه الايجابيه اللي تديني الفرصه ان انا اعدي دور ال 32. ربنا وفقه، وفق النادي الاهلي، وفق اللعيبه، وفق الجهاز، ان بيجي الجول في دقيقه 90 او 93 علشان يدي انطباع ان انا بذلت جهد، فربنا بيكافئني. الحاجه الثانيه، الملعب حالته وحشه جدا، ما فيش حد اتكلم عن حاله الملعب انها وحشه الا اكرم توفيق بس، لان عمليه المراوغه وعمليه الاستحواذ، اللعيب بيجي له كوره كابتن اسلام بيعايز يطلعها بدقه وببطء شديد علشان ما تروحش كده ولا كده، لان الملعب ما كانش مساعد. مزبوط. يعني سافيو طبعا واضح من لمساته كابتن ان هو لعيب خطر. أوكي. اللمسات البسيطه اللي هو جات له طبعا ما بنحكمش عليه من دلوقتي، لكن واضح جدا لمساته وعمليه البساط اللي كان بيلعبها مع علي ومع عبد القادر ومع شادي، فتحس ان هو الامكانيات بتاعته هتناسب النادي الاهلي. ايوه. الحاجه الثانيه برضو واللي انا سعيد بيها جدا، انه بدا بالتشكيل اللي فيه جانب هجومي، ما اعتمدش على الدفاع بحيث ان هو يبقى عنده الجانب الهجومي اكتر. وبالتالي لو تلاحظ الفريق الاتحاد
فريق الاتحاد تحس ان هو كان من بدايه عامل حساب النادي الاهلي حساب شديد جدا، لذلك ما كانش يعني الشناوي ما جاتلوش كوره لمده 30 دقيقه، مفيش حاجه راحت له خالص. يمكن في اخر خمس دقائق في الشوط الاولاني يمكن كوره او اثنين يعني اوفر في كوره ثابته وكده، انما مفيش حاجه ثانيه اكتر من كده. تمام. لكن هو الحقيقه بنيه التشكيل، عمليه التغيير في الدقيقه 60، انا كنت متوقع انه هيبدا تغيير من 60 ل 65 علشان هو داخل من فتره اعداد، فلا بد ان هو يبقى عامل. الحاجه الثانيه والاخيره انه في الوقت اللي انت المفروض اي مدرب بيلعب بره ارضه هيبتدي يدافع علشان اخر ربع ساعه والاخر تلت ساعه يضمن ان هو ما يخسرش. أيوة. عمل ثلاث تغييرات كلهم تغييرات هجوميه، وده يتحسب له ان هو راجل بيلعب وعارف النادي الاهلي وعارف قيمته وعارف اللعيبه اللي معاه، فابتدى يجازف حتى في طريقه كلامه. مظبوط، طريقه كلامه تحس ان هو عنده ثقه في اللعيبه، حتى طريقه كلامه بعد ما قال لك خلاص احنا يعني النهارده الماتش ده خلص واللي بعده بقى كده.